ومكملين معاكم فقرات غبكة الحمراء. وغبكتنا اليوم منورها ضيف أشهر من نار على علم، صاحب وجه بشوش وابتسامة جدا مشرقة، ناشط جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد عرفتوه. معانا أبو خالد يعقوب الشهري. حياك الله يا أبو الشهري. الله حييك، سعد بركة، باك عليك الشهر. علينا عليك تبارك. أنتوا زملاء بالسوشيال ميديا، أنا أطلع منها شوي. شفت شلون؟ إيه. من قالت بسوس. حياك الله أبو خالد. بارك عليك الشهر. علينا عليك تبارك. نورنا اليوم. وجودك اليوم الله يسلمك. شاوتنا أبو خالد على المفاجآت والمسابقات اللي تسويها بالسناب شات، لكن المسابقة اليوم خاصة بشهر رمضان والمبلغ 10,000 دينار. لا صراحة تعبت من بعدك يعني مثل ما يقول. لا يا بعد راسي. ما حد يسويها اليوم. وانت بادرت بهالخطوه. لا والله وايد اهل خير يسوونها، وبالعكس يعني هذه شيء حلو ان احنا نحفز فيه الناس، وانا نويتها شيء يعني ابو خالد 10,000 دينار وتفاصيل هالمسابقه نبي نعرفها منك اكثر، لكن بعد ما نشوف التصريح من الشيخ فهد الكندري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يتقبل طاعتكم، بارك عليكم الشهر. اتفقت أنا وأبو خالد قبل رمضان إن راح تكون إن شاء الله مسابقة. أبو خالد الله يجزاه خير حط لها جائزة قيمة 10,000 دينار للفائز في هذه المسابقة، مسابقة القرآن. راح نخليكم بإذن الله تقرون قرآن بإتقان وإحكام رمضان كله، يعني 30 يوم. أبو خالد راح يحط لكم رقم واتساب، تسجلون فيديو بالآيات اللي أنا راح أحطها لكم واختارها لكم. الآيات اللي راح تقرونها بإذن الله آية 185 وآية 186 من سورة البقرة، تبدأ الآيات من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قروها عدل وارسلوا الفيديو، وأنا راح أختار المتميز منكم وراح نكرمكم بإذن الله في العشر الأواخر الفائز منكم في هذه الآيات والقراءة المتقنة. جزاكم الله خير، والله يجعلنا وياكم من أهل القرآن. أكيد نباك بالخير على الشيخ فهد الكندري. سمعنا التصريح الخاص منه، نبي منك تفاصيل المسابقة أبو خالد. والله تفاصيل شيء يعطي العافية وكل الشكر للشيخ فهد الكندري. صراحة ما شلون أقول لك، ترى أنا ما خضعتي شوي. لا خضعتك شيء عادي. أنا مسابقة قررت إني أسويها بس ما أعرف أسويها، يعني قررت إن أنا أحط مبلغ 10,000 دينار لشخص يحفظ القرآن. أنا كنت أبيها لشخص واحد. حلو. فوايد ناس دار مداري قالوا لي غلط، انت اللي قاعد تسويه، يعني ترى ما قاعد تحفز الناس، انا كل واحد يقول لك واحد بيفوز. فاستشرت ناس وكل يعني مو واحد، الكل اجمع على انه روح للشيخ فهد الكندري. بالعكس والله اول ما رحت له استقبلني وبيته وقعدني ووايد عجبته الفكره، وقال لي بتدري شلون انا هالشهر وايد مشغول بس عشان هالشيء هذا انا حاضر وبفضي نفسي وانا بطالع الناس، وفيديو انا عندي يقول لي لو يوصلون 100,000 متسابق راح اطالعهم. ما شاء الله ما يعني انا بقعد اجابلهم وبشوف الفيديوهات وبشوف ايش رايك اسوي. كل 10 ايام 3 فائزين، واحد عمره 10 سنين، واحد عمره 60، واحد عمره 25، ما يفرق معي. نعم. انه اجمعهم وكل يعني كل 10 ايام 3 فائزين وكل فائز 1000 دينار. عشان اساله زين باقي 1000 تحين 9,000 باقي 1000 هذا يقول لي هذه نسوي قرعه حق اللي ما حالف الحظ هم يمكن يفوز ب1000 دينار يعني جائزه وتكريمه راح يكونون عن طريق الشيخ فهد الكندري. عساك على القوه. اي الله يقويك. يعني الارقام معانا على الهواء، المشاركه عن طريق الواتساب للي حاب يشارك. موجوده الارقام معانا على الهواء، وصدق يعطيك العافيه. لا ودنا نعرف شلون راح يتم مثل ما نقول معايير التقييم حق المسابقه هذه. هي موجوده بالفيديو عن طريق الشيخ فهد الكندري، لان انا ماني ذو اختصاص اللي اختار. انت ما شاء الله عليك من المبادرين القلائل، خليني اقول يمكن من خبرتي في السوشيال ميديا القلائل اللي يبادرون بهالشيء، وبقول إن تخصص جزء من إعلاناتك ريع للأعمال الخيرية. ما شاء الله عليك يعني. والله الحمد، أنا كل إعلان أسويه في منه مبلغ يروح عمل خيري. كل هذا إعلان؟ كل إعلان يطلع، يعني كل مبلغ أخذه في مبلغ منه. شنو سر الاهتمام بالأعمال الخيرية أبو خالد؟ أنا أقول لك شيء، سبحان الله، ما نقص مال من صدقة. وأنا يعني مو من النوع اللي أنا صانع، يعني ما أقدر أقول إن أنا ملتزم ديني الحمد لله، بس ان انا مو ملتزم 100% يعني الحمد لله. صح. بس الله يثبت. بس اللي تابعنا بخالد ممكن يقول يعني جائزه 10,000 دينار ليش ما فكرت مثلا تروح تبني فيها مسجد او تساعد مثلا؟ هذا شيء انا ما اقدر اتكلم عنه، لكن الجائزه 10,000 انا بحفز الشباب يعني. وبعدين الحمد لله السوشيال ميديا دخلت لنا خير، فالخير هذا لو نعطيه بس شويه حق ديننا
شيء حلو. بالعكس ترى انا اتوقع سويت مسابقه وانت فزت. اي صح صح. لا واسطه ما فوتني. لا انا ما كنت ادري. هو مساعد قال لي ترى في مسابقه انت فوزتني. انا ما ادري انه انا عاد كله اتابعك يعني ما شاء الله عليك شفافيه بينك وبين متابعينك. خلينا نقول كاميرا السناب هذه الصغيره ثلثه مع ابو خالد. انا عندي قاعده هذه الكاميرا وهذول الناس عطوك عطهم يعني مثل ما اعطيتوني اعطيكم يعني هم لهم دور كبير باللي انا وصلت له والله الحمد فاعطيهم بعدين وناسه انا استاذ اشوف استاذ هو في شفافيه بينك وبين المتابعين الحمد لله. نبي خطوه زياده يعني تبكي كذي شويه شوي برا السوشيال ميديا يعني برا السوشيال ميديا يعني نبي نسحبك شويه. قدم برامج غير برامج احس انه ما يعني كنا صعب تنفيذ زين اسهل بعد يعني خلينا اجرب اخذ برامج يلا اسحب لك صار يلا وين الكاميرا؟ هذه خمسة تفضل يلا مساكم الله بالخير حياكم الله معانا برنامج غبقة. اليوم عندنا ضيفتنا اشهر من نار على العلم لولو العسلاوي. معانا شخص في شغله راح اسالكم عنه هو ليديز فيرست بس راح ابلش معه. يلا اخوي حمد عبد الله هاي اول غلطه شفتوا هيك عبد الله انت شلون تحولت من اعداد لمذيع؟ اوه لا محضر عني انا مو محضر اشدراك شلون انت حولت يعني عشان اخذ خبرتك تفوت مو متفق الحين بيطلعونه بيقولون متفق ويا لا والله سالتك سؤال لا صح انا كنت معد قبل اتحول او انتقل الى التقديم ما زلت اني معد بس تبي الصدق شفت يعني بالاعداد انك انت قاعد تتعب يوم توصل الماده حق المقدم البرامج وهني تحيه هم حق معديننا فانا شجعت شوي وقلت خل اطلع اقول الماده اللي انا منو اسهل تبي الصدق اي هو كل واحدة أصعب من الثاني بس تحول القاصة نبيك تشجع وتقدم خلاص عبدالله حول عيونه شوي لا بس السؤال يعني أنت ما شاء الله ما شاء الله أنيقة شكرا ومعتها بسناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي معروفة بأناقتك شكرا ووايد تسافرين حق دول يعني مثل نيويورك لندن لحضور الفاشن شو متابعني شلون حولتي من الفاشن شو للإعلام يعني أنت الحين مجالك فاشن شو فاشن شو صح ولا ديزاينر ويسوون؟ صار ما أعرف. زين شو حولتي أنا كل شيء؟ زين أنا الحين استحيت. يعني من واحدة تسوي هدوم وكذي فجأة تيجي وتقدم برنامج. بعد فجأة. يعني تمسين ملوتك وكذي يعني هذا أنت سويته؟ هذا أنا سويته. عنده الموهبة. أقول لك أنا. يعني تسوينا تيني. زين شو سوي؟ ويهني. أنا عندي خطرة يعني شيء. شايفة بس ناقص. سوي لك دقلة فعليك. يا سوي لك دقلة تلبس دقلعات؟ لا. لا ما تلبس. إنزين تلبس لأن لبسك عادي الحين قاعد تطور. الموضة بس خلي مرة كني بالحرارة دقلة آخر يوم بالسناب يوم ينتشر الفيديو دشاديش انترناشنال ما خلو شيء يعني طلعت دشاديش يمكن أبو خالد الأشياء هذه بالتواصل الاجتماعي اللي قاعد تقدمونها اليوم أنت وزملائك المؤثرين في السوشيال ميديا تخلي يمكن الإعلاميين أو الناس العادية يوم تتابعكم تقول من وين يبون المواد شلون يجددون بروحهم تحس بصعوبة بهالشيء ولا عادي؟ شوف أنا عندي قاعدة يعني خاصة هي بالسوشيال ميديا هي تفرق أنت كمذيع وأنت في موجود يعني عندك سناب شات أنت ملتزم شوية في قناة في قوانين معينة ما تقدر تطلع عنها صح. ليش؟ يعني هذه قوانين كل قناة لها قوانين أنا ما قانوني قانون نفسي إذا بتحكم أنا أتحكم من نفسي إذا في رقيب علي فأنا رقيب على نفسي هذا انا عندي اسهل منك انت الحين اذا وانت تقولين كلمه يمكن كني دش لك كنترول لا 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 يخص بقك يضيع انا ما حد يقول لي انا بسنابي اطلع اقول لي انا اقوله انت المعد وانت المخرج وانت انا كل شيء يعني اطلع اقول كل شيء كل اللي بخاطري اقوله وبعدين انا احس يعني مرات لما اسوي شيء ابي اسويه يعني لما اقول واحد سوي الحركه هذه خلنا اصورك صدق تصير مليقه إيه؟ انا اشوفه مليقه ما تحس انه صعب هذا التواصل يعني انت ماخذ دور المعد وماخذ دور المخرج انزين ما يجيك يوم خلاص خلصت المواضيع يعني شلون تالف خلنا نالف موضوع نسوي شيء جديد انا كل ما حسيت انه ماكو سالفه اسافر تسافر وتشوف اسافر اخذ معاي ما تالف مواضيع ما اقدر الف الحين اقول شغله تطرح موضوع صار لي الحين داش السنه الثالثه كل يوم قاعد اكل مكان تخيلوا على سوفياتش كل يوم سولف وين ما سولف في ناس تزعل وين سولفت يعني ان سولفت وايد ناس تتضايق وإذا ما سولفت شويه ناس تزعل فانت لازم توازن صح وانا اشوف الوقت هذا بسناب شات صعب تصعد
قبل كان سهل حلو. الحين صعب ليش؟ لأنه ما شاء الله وايد شباب وبنات متفوقين ومجتهدين موجودين فعلاً. شباب وايد ما شاء الله موجودين بالسوشيال ميديا وناجحين وشطار وواحد يستانس يتابعهم. بس أنت مختلف يعني لك تأثيرك وخالد كل واحد له شغلات أكيد زين والبنات هم كذلك كل واحدة لها شيء. أنا أشوف إنه نجحت بخالد بالعكس بشفافيتك كانت لك بصمة نقدر نقول أحد. بصمة ولك متابعين يحبونك الحمد لله. وعد لولو نقل هالبصمة مو بس داخل الكويت أيضا برا الكويت وبحب للخيول نبي نشوف معاك هالصورة هذه وفجأة الحب ما أدري من وين طلع لا قديم هذا قديم بس ما كان ولا موجود قديم بس ما كان في فلوس كلمنا شوي عن هال والله الحمد والله الحمد حلم وتحقق الله كتارة هذه يعني يمكن أبو خالد أنا مالي وايد بالخيول بس الأماكن اللي زرتها يعني حدثنا هذا اللي نقلت هذا لبرا الكويت لا هذا الله يسلمك أنا قررت إنه يعني أنا كان لي حلو كنت أحب الخيل بس تدري تكاليفها عالية خيل العربي تكاليفها عالية يعني لأن هذا كم سعرها مثلاً راح أقول فحاولت إني أدش في مجال الخيل قبل قلت ها ما أقدر ما أقدر ما عندي إمكانية إن أشتري خيل وأدير بالي عليه مادية ما تقدر شلون مادية قصدي إيه مادية ما أقدر فوالله الحمد لله الله فتح علينا وأمورنا طيبة فقلت خل أشتري وكان لي حلم إن أنا أشارك ببطولة وأبي بطولة عالم زين شلون فسافرت أمريكا رحت منطقة يم لوس أنجلوس اسمها سانتا باربرا شريت أنا وياك بسناب ورحت فيغاس لاس فيغاس وشاركت بلاس فيغاس والحمد لله طلعت الثاني بالكلاس ورفعت علم الكويت وطلعت السادس تشامبيون فانجاز يعني كل الناس اللي موجوده كانت تقول لي شخص اول مره يدش مجال الخيل واول مره يشتري خيل ويدش ويجيب الثاني على العالم ترى انجاز ما شاء الله يعني ترى المرابط اللي كانت موجوده مرابط في منها تمثل دول وناس لها باع طويل بهذا المجال الحمد لله اللي سويته يعني إنجاز شيء تحبه وتفوقت فيه والله فعلاً هذا الإنجاز يعني يذكر لك يحسب للكويت بعد لولو أكيد أي والله وأنا هديته للكويت والشباب اللي مشرفين بالكويت والله تحب تبادر أكيد وتحب يكون فيك روح المغامرة حتى باللقاء اللي طلعته بفيغاس هذا على التلفزيون سويت فيها المبيعة هذا أنا شوف أنا بالإنجليزي تدري أنا لا الحين ما شاء الله أنا مدى العون لجيكوب وأنا بيع فما أدري يعني ما أعرف يعني الإنجليزي شوية أتوهق ولا مقابلة بالإنجليزي كنت أنت مسجلك مش هتقول لي إيه تلفزيون هذا الحين بنقابلك إنجليزي بس قول لغة أم عربية خلاص فأنا يعني آخر اللقاء كانت تقول لي إن وهي قاعدة تتكلم كذي أنا شو أنا قال لي طرش مقابل ما طرش ده كانت تقول لي thank you كانت أقول لها thank you baby أنا ما أدري أنا ما أدري أساس أقرأها وشو فيلم بغيت أسوي محرب بعد أنا ما أشوفه فيلم thank you baby مأثر فيك كانت أقول لها thank you baby كانت طالعني مقابل لا بس أشوف إن هم عادي عندهم أما إيه ما ينقدون هي أخذتها أوكي تخيل مشكورة حبيبتي إيه لا يمكن بالنسبة لك لكن أما بمجتمعهم هذه الكلمة طبيعية لا حاجة. حتى باللقاء ما تنقال عندهم يعني حتى هي والمغابة قالت لي إن أنت ليش قلت لي بي قلت لها ما أدري بخالد خفت الدم هذه والحضور ما شاء الله يعني متألق وماخذ منا الكاميرات حتى اليوم لا وي. من وين وقت الحضور شلون وراثة هذا من احد من الله وهذه تنور هي من الوالد والوالده احد بالعائله مثلا في والله الوالده ترى قطات الله يحفظها الله يحفظها الوالده اقوى قطات يعني يعني من الوالده ماخذ الشخصيه هذه لا الحمد لله يعني انا بعائله الحمد لله يعني شو يسمونها يعني عائلة يعني هي وراثة هي كل عائلتنا يعني الحمد لله ما عندنا مليق المليق أنا ما عادي هي ما عادي مليق الله يخليها لك شفافية مهمة خلنا نقول تأثيرك القوي في وسائل التواصل الاجتماعي شنو شايف أكثر تأثيرا في الشباب الحالي الحين سناب ولا إنستغرام والله شوفي يعني ملك السناب خلنا نقول لا أنا بقول صدق في ناس ليه الحين تويتر وأهل تويتر أهل تويتر فئة زين برا الكويت فيسبوك الأجانب فيسبوك الدول العربية أكثر فيسبوك صحيح بالخليج سناب شات سناب بالخليج الحين احنا عندنا سناب شات بس أهل تويتر غير
وهل سناب شات غير؟ ما تعتقد أن في يوم من الأيام راح ينسحب البساط من هذه الهبة ويهبون بشيء جديد ممكن يطلع؟ وايد عادي. ما, ما ما الشباب اللي قبلي اللي بتويتر واللي بالإنستغرام يعني أنا كنت أطالعهم كذي يعني شلون؟ واليوم أنا وياهم. وياهم. يعني أنا كنت أطالعهم. ممكن تعتزل يعني مثل الفنانين فنان دائما يقولون متى نشوفه. لا إحنا ماكو شيء سوي تعتزل. طلع شيء جديد. تصير بليغ وواحد لخلقك وتقعد تسكر سنابك تقعد بروحك. فسوي يعني جدد. حلو. يعني لا تصير يعني في ناس تمسك القطة من أول ما يطلع لي خلاص. أكيد. وأنت يعني إنسان متجدد بخالد. أنت إنسان متجدد بخالد ما قصرت. إحنا وقتنا يمكن انتهى. عندنا أغنية اسمها دع الأيام. دع الأيام. من غناء عبد الله غويشد وفنان النوال اللي بكنت تقدمها الحين دام صرت مذيع ويانا. لا توهق عاد أنا بخالد أحبه. أخاف أقول شيء. دع الأيام معانا. وين دع الأيام؟ يلا كاكا مرتك. كاكا مرتك خمسة تفضل. خلكم معانا في أغنية جديدة من غناء بخالد. عبد الله رويشد غلط بالقلب بعد خالد وفنانة الكويت نوال اسمها دع الأيام أنا مو سامعها راح أسمعها وياكم أول مرة على تلفزيون الكويت الآن مشعل عروج الله أول مرة وأنا أقدمها إيه اليوم طالعة من غبقة الحمراء حصرية وإنتاج تلفزيون الكويت والحان مشعل عروج ونترككم مشاهدينا مع الفن الجميل الراقي دع الأيام وزميلنا حنقول صر جميلنا خلاص يعقوب وشهري حياك الله تشرف فيك نشوف دع الأيام